والآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى فقرة توب كيك. في فقرة توب جيك لعدد اليوم سنتعرف على عالم فيزياء جزائري خريج الجامعة الجزائرية، انتقل إلى إنجلترا ليواصل دراسته، حصل هنالك على شهادة الدكتوراه. إنه البروفيسور نوردين مليكشي، نتعرف عليه في هذه الورقة. ولد الدكتور نوردين مليكشي عام 58-900 في بلدة ثنية التي هي مستمدة من الاسم البربري تيزينات عايشة بولاية بومرداس. بعد تخرجه من المدرسة المتوسطة غادر الشاب نور الدين بلدته للالتحاق بثانوية عبان رمضان التي تقع في الحراس بالجزائر العاصمة. هناك حصل على البكالوريا في الرياضيات سنة 76-900، وبعدها التحق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم منحه دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء عام 1980، ثم ذهب لمتابعة ماجستير في العلوم سنة 82-900، والدكتوراه في الفيزياء سنة 87 في جامعة سايكس في إنجلترا، حيث كان يعمل على بصريات الكم والتحكم البصري المتجانس للتحولات الإلكترونية الثنائية القطب في مختبر البروفيسور ليزلي ألين. بعد تخرجه والتحاقه مع مجموعة البروفيسور ألين لإبحاث ما بعد الدكتوراه، انضم الدكتور مليكشي بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الجزائر كبروفيسور مساعد في الفيزياء، ليكمل الخدمة الوطنية بين 1988 وسنة 1990. زرت الجزائر ودرست في الجزائر، تربيت في الجزائر، مشيت في مدارس جزائرية، بعد هذيك مشيت لإنجلترا باش ندير بي اتش دي في الفيزياء، وجيت لهنا لأمريكا وخدمت هنا حتى ذكرني ممبر اوف التيم ناسا تيم، وأنا نخدم مع اون بروجيكتس ويز ناسا منذ 1998. البروفيسور نوردين مليكشي أسس العديد من مراكز البحث، من ضمنها مركز البصرية التطبيقية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومركز البحوث والتعليم في العلوم البصرية والتطبيقات، ومركز البصريات التطبيقية لعلوم الفضاء، مركز أبحاث نازا. سجل نوردين مليكشي 14 براءة اختراع حتى عام 2009، من ضمنها اختراع أجهزة وألياف بصرية متطورة وصغيرة وسهلة الاستعمال تستخدم في مجالات التشخيص في الطب وعلاج الأسنان. اختراعات مفيدة في الهندسة المدنية وعلم المحيطات. من بين مشاريعه الجديدة مشروع لتطوير تقنيات البصرية الحساسة للكشف المبكر عن هذا العمل، يجمع التحليل الطيفي بالليزر والنانو كيمياء وتشخيص السرطان، وله تأثير محتمل للوقاية من الأمراض. البروفيسور حاصل على العديد من التكريمات، منها جائزة سمارت عام 2006 وجائزة كابيتول هيل، وكذا جائزة ناسا للبحوث وجائزة البحوث من المعاهد الوطنية للصحة لمبادرة الأعمال الصغيرة، وكذا جائزة التكنولوجيا الحيوية. نصل وإياكم مشاهدينا إلى آخر فقرة في عدد اليوم، وهي فقرة أسك تك. في فقرة أسك تك لعدد اليوم، الزميلة لويزا حمد تقربت من مستخدمي الهواتف الذكية وسألتهم عن نظام التشغيل الذي يفضلونه، الأندرويد أم الاي او اس. لنتابع. انا شو بريفير اندرويد باسكو يا بلاد ابليكاسيون حاجه شابه وبلي افيكاس وبلي كونو، فهمتي، وحاجه معروفه وحاجه شغل تلقى فيها كلش حاجه فيت في، مش تحب لي زابليكاسيون حاجه لي بلو كوني، خاطر علاش اختي ندخلو فيه رابيد لي بلو كوني بزاف. اندرويد الاندرويد خير 5.1 خير، هي تري افيكاس و رابيد، و لا ريبونس تاع الانترنت فيسبوك كاع لي كوتي تاع لا كونيكسيون يكون خفيف. سي سا لي اندرويد سي ماغنيفيك بور موا، ما ماشي ثقيل و ماشي كومبليكي ومليح شويه. Je préfère le iOS parce que je pense que c'est plus facile ou c'est pas hakaya. J'aime bien. En plus, quand bzaf li ma yhabouch iOS, mais je pense ouais le meilleur, mieux, c'est mieux. Je préfère l'Android ça.
شو نقول لك يا اسمو الايفون بزاف كومبليكي اختي بزاف اندرويد خير مني انا واش نقدر نقول على لو سيستم اندرويد سي كو كنشوف بلي لا ماجوريتي تاع الناس يستعملوه احنا جينيرالمون هكا لو بابل الجيريان اللي كوم سا يتبع واش كاين واش راهم يخدموا الناس يخدم سا فو دير سي با اون كيستيون دو بريفيرونس بيسكو دون فاسون ان با لو شوا داكور سي لو سيستم اندرويد كي بالك هو لو بلو كونو لو بلو يوتيليزي يستعمل فيه ما نحوسوش نفهموها مميزات هذا النظام كيفاش جا منين جا واش هما الخدمات اللي يقدر يقدمهم لنا هذا النظام وللاسف قولوها. كان هذا آخر ما لدينا في عدد اليوم من برنامج آي تك. نشكركم على الإصغاء والمتابعة. يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر موقعنا الإلكتروني numediatv.tv كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. لقائي بكم يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. نترككم مع هذا الفيديو. السلام عليكم.